هذه ليست حربا، هذه إبادة، هكذا وصف المتضامنون مع سكان قطاع غزة ما يجري هناك من أعمال عسكرية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. أنقذوا الأطفال من المجاعة، قاطعوا البضائع الإسرائيلية، شعارات تسمعونها الآن، شعارات إضافية رفعوها عبر مكبرات الصوت من أجل إسماع صناع القرار في فرنسا، وبالتحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهم الأول هنا بالتواطؤ مع بنيامين نتنياهو. أطباء وممرضون ونشطاء وحقوقيون كانوا في غزة تحدثوا عن فظاعة ما شاهدوه هناك من رعب وإجرام، كما قالوا، كما حي المتظاهرون مقاومة الشعب الفلسطيني ورفعوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب هناك، وأيضا وقف إجرام الدولة الممارس من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، كما قالوا هنا. محمد حجي العربي، باريس.